مساء الخير عليكم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج مستشارك القانوني. النهاردة بيمر العالم بأزمة حقيقية. الأزمة هو ما تخفاش عليكم موضوع فيروس كورونا. النهاردة مجلس الوزراء مدد حالة الحظر وخلاها من الساعة 8 مساء بعد ما كانت 7 مساء. وأنا من هنا من هذا المنبر بقول للناس، بخاطب وعي الناس، عاوزين نساعد الحكومة لأن الموضوع جد خطير. الموضوع فعلا خطير ومحتاج وعي، ومحتاجنا نحافظ على نفسنا. مفيش حد هيحافظ علينا، احنا اللي هنحافظ على نفسنا. الحكومة بتخاطبنا الزموا البيوت. انا عارف كلمة الزموا البيوت دي خطر جدا او صعبة جدا على الناس اللي رزقها باليومية. على الاقل يا اخي حافظ على نفسك، ابعد عن التجمعات. احنا محتاجين نحافظ على بلدنا، مش عاوزين الموضوع يوسع مننا. يا رب احفظ مصر واحفظ شعب مصر واحفظ احبابنا ويحفظنا جميعا. النهاردة هنخرج من موضوع كورونا وندخل ندردش مع بعض دردشة قانونية على أساس اسم البرنامج مستشارك القانوني. أحيانا نعرف القانون في عجالة كده. هو إيه القانون؟ معروف إن الإنسان اجتماعي بطبعه ومحتاج حد ينظمه. جه القانون هو مجموعة القواعد اللي بتنظم سلوك الناس، سلوك أفراد، سلوك الأفراد في المجتمع. مجموعة القواعد دي هي جت كده اعتباطا؟ لا، هي مجموعة قواعد سنها المشرع مجلس النواب، مجلس الشعب سابقا، حط مجموعة قواعد تنظم علاقاتنا ببعضنا. طيب ايه الأداة اللي بنستخدم بيها القانون او نفعل بيها القانون؟ هي الدعوة. انت عندك حق عاوز توصل له، ما بتقدرش تروح تقتص لنفسك، لا، بترفع دعوة قدام القضاء، والقضاء هو اللي بيجيب لك حقك عن طريق هذه الدعوة. من خلال الدعوة كان مبدأ أن لكل حق دعوة واحدة تحميه. يعني إيه الكلام ده؟ أحيانا بيجي لي واحد المكتب يقول لي يا أستاذ محمد، أنا كنت عندي محامي والقضية بتاعتي اترفضت، فأنا عايز أرفعها من جديد. بتكون استوفت طرق الطعن وأصبح الحكم الصادر برفض الدعوة أو بقبولها في جزئية معينة اللي هو عايز يرجع لها تاني قدام القضاء. المواعيد كلها خلصت وأصبح الحكم نهائي بات. السؤال هنا، هل ينفع أن أنا أخد منه القضية دي وأقول له أرفع لك الدعوة من تاني ونختصم خصمك ده تاني بوحدة أسباب ووحدة خصوم وذات الموضوع؟ هنرجع تاني نقولها من تاني عشان المشاهد نبسطها له. أنت رفعت دعوة على محمد صادق إن الموبايل ده بتاعك. القضاء رفض الدعوة لأن محمد صادق قدم مستندات وفواتير تقول إن الموبايل بتاعي. فأنت رحت لمحامي تاني تقول له ارفع لي الدعوة من جديد على محمد صادق عشان أخد منه الجهاز. الكلام ده ينفع؟ الكلام ده ما ينفعش، لأن لكل حق دعوة واحدة تحميه. طب الخصم لو أنا لو 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 شاب من شباب المحامين استسهل وقال لك ما نرفع، أنا مش هعرفه القصة دي، الخصم هيعمل إيه؟ قبل حتى لو الخصم ما اشتغلش والقاضي تنبه إن في دعوة، هيحكم بعدم جواز نظر الدعوة لسابقة الفصل فيها.
الجزئية دي بالذات بيقع فيها ناس كتير، يجي بعد ما ينتهي أمد الطعن، لأن القضية الواحدة لها وسائل طعن. يعني أنت ترفض الدعوة في أول درجة، قدامك استئناف خلال 40 يوم. الاستئناف ما نصفكش، وفي أخطاء في الحكم بتقدر تلجأ لمحكمة النقض اللي هي محكمة القانون، بتشوف هل القانون تطبق صحيحا من عدمه. جزئية تانية في القضاء الجنائي، احنا عندنا القضاء متعدد، جنائي، مدني، تجاري، إداري، مجلس دولة. مثلا يعني احنا بنقول دردشة قانونية، مثال واحد سايق السيارة، الكلام ده ندخل بقى في الشق الجنائي، سايق سيارته عمل حادثة، داسه بالعربية قتله، دي في نظر القانون قتل خطأ، العقوبة فيها من 24 ساعة لثلاث سنوات، فالقاضي اداله 6 شهور كالمعتاد، يعني 6 شهور لأن الخطأ ثابت في حقه، وأصبح الحكم الجنائي نهائي بات، ونفذ الحكم في المتهم، وفاتت مواعيد الطعن بالنقض، أو طعن بالنقض والنقض اترفض. بعد سنتين اكتشفوا مكاتبات وتهديدات ورسائل إن سائق السيارة كان قد تعمد التربص والترصد لهذا المجني عليه الشاب، وتعمد قتله. الموضوع هنا اختلف، الموضوع هنا بقى جناية. والد الشاب جري بسرعة على النيابة العامة، قال لهم في أدلة جديدة بتقول إن السواق العربية الملاكي ده أو التاكس الأجرة ده كان متعمد يقتل ابني، هل تملك النيابة تحريك الدعوة الجنائية؟ بيخطئ فيها بعض السادة وبعض الناس، يقول لك طالما في أدلة جديدة يبقى من حقك ترفع الدعوة الجنائية تاني. أنا بقول لهم هذا الخطأ، هو ممكن النيابة تحرك الدعوة الجنائية في حالة إذا كان الحكم ما زال غيابي وما زالت الدعوة المنظورة أمام أول درجة، من حق النيابة تسحبها وتعيدها تاني وترجعها قدام محكمة الجنايات. ولكن أصبح الحكم نهائي بات زي ما احنا قلنا في بداية هذا الموضوع، أصبح الحكم نهائي بات. هل تملك النيابة العامة تحريك الدعوة الجنائية؟ لا، بنص القانون، بنص القانون، قانون الإجراءات الجنائية، قال لا ما ينفعش خلاص، لأن سبق وقلنا لكل حق دعوة واحدة تحميه، وخلاص وخد استنفدت طرق الطعن في هذا الحكم. عندنا اليومين دول تقريبا المحاكم شبه معطلة في مسألة نظر الأحكام أو نظر الجلسات، وأجل وبتتأجل على أساس الوباء الحاصل، ربنا يعدي على خير يا رب، وترجع تاني مصر تنهض بقضائها واقتصادها وتنتعش تاني ونقدر نشوف أشغالنا. هل النيابة معطلة النهاردة؟ لا، لو حصل مشكلة عندك تستطيع أنك تذهب لإسم الشرطة اللي مازال شغال، وتحية لوزارة الداخلية الشايلة مصر على عاتقها النهاردة. لو حصل مشكلة أو حصل جريمة، وأنا ملاحظ، أو مش بس أنا ملاحظ، يعني الخبراء الجنائيين شايفين أنه الجريمة قلت، يعني منسوب الجريمة قل في الظروف اللي حصلة دي، الناس كلها واقفة مع بعض، يعني والله سبحان الله معادي أن الناس بتظهر في الأزمات. لو حصل عندك مشكلة، عندك جريمة، عندك أي حاجة، بتروح على الاسم وبتحفظ حقك بمحضر، والمحضر بيتحول للنيابة، النيابة بتحقق الجريمة وبتنزلها قدام القضاء.
لما ان شاء الله تعود الحياه لمجريها، وانا اعتقد ان هيكون في تنظيم تاني للمحاكم على اساس سرعه الفصل في بعض القضايا المستعجله. المستعجل شغال، انا اعتقد ان القضاء المستعجل شغال يعني، ونظر تجديدات الحبس شغاله، بس احيانا بيبقى في تعذرات امنيه ولصعوبه نقل المتهمين عشان موضوع العدوى والكلام ده. لكن انا من وجهه نظري ليه ما نفعلش موضوع الفيديو كونفرنس، يعني المحاكمة عن بعد في القضايا الشائكة، يعني قضية محتاجة فصل فيها حتى تشفي غليل أسرة المجني عليه في جنايات القتل مثلا العمد. ليه نقعد نأخر العدالة البطيئة؟ ما بتبقاش فيها نوع من الترضية الاجتماعية لأهل المجني عليه. أنا من وجهة نظري إن الفيديو كونفرنس ممكن يلبي نداء العدالة، حتى ممكن الفيديو كونفرنس ده برضو يكون مع المتهم في القفص او في السجن او في محبسه، ويترافع المحامي، هيكون المحامي بس الدفاع موجود في مواجهة القضاء، وفي مسافة كبيرة جدا ما بين المحامي ومجلس القضاء، مع اعتبار الوسائل والاحتياطات. يعني انا داخل مدينه الانتاج لاحظت ان في ايديهم اجهزه بيشوفوا مين اللي داخل، ده لو عنده فيروس ولا حاجه بيستبعدوه ما يدخلش المدينه. فاحنا انا يعني نفكر خارج الصندوق عشان العداله تاخد مجراها، لان العداله البطيئه يعني ظلم بين. دي وجهه نظري. الفيديو كونفرنس مفعل دلوقتي، تستطيع المحاكم استخدامه، شوية تقنيات وأدوات بسيطة نقدر نحقق العدالة الناجزة. دي جزئية. الجزئية التانية عايز أخاطب الناس اللي قاعدة في البيوت، نتحمل بعض شوية عشان المشاكل الأسرية يعني بدأت يشار إليها إن هي بتكتر، لأن خلاص قاعدين مع بعض. يعني أنا بخاطب الزوجات، ارحموا الأسرى اللي عندكم في اتفاقية دولية، يعني بحسن معاملة الأسرة في البيوت يعني، وبشد على أيدي الأزواج يعني اللطف والرحمة في الفترة دي، يعني حاول تساعد، يعني تكون ضيف خفيف على أولادك وزوجتك، لأنه هي هتروح فين؟ يعني خلاص، ما يعني سبحان الله احنا اللي بقينا في القفص والطيور طارت، يعني زي ما كنا بنشفق على الطيور في أقفاصها، احنا اللي بقينا جوه في القفص. وأتمنى ان ده يكون مؤقت ونخرج ننطلق مرة تانية لحياتنا. سبحان الله، فاقد النعمة ما بيعرفش قيمتها إلا ما بيفقدها. يعني احنا ما بنعرفش قيمة النعم، نعم ربنا علينا، إلا ما بنفقدها. رمضان جاي علينا، كل عام وحضراتكم بخير. الأزهر قال المساجد ستظل مغلقة. هل رمضان هيكون لي طعم بدون مساجد؟ أنا من منبركم هذا، من منبر الصحة والجمال، بخاطب الأزهر. ماشي، ما تدخلوناش نصلي لا تراويح ولا عيشة ولا جمعة ولا حاجة، بس ارفعوا الأذان، ومفيش مانع أن الخطب تشتغل، أن الحياة ترجع، بس بدون زحام. يعني مش هنرجع المساجد، بس المسجد يؤدي دوره في الدعوة، يطلع الخطيب من خلال الميكروفون خطب من برية صغيرة والمسجد مغلق. احنا موافقين، ما تحرموناش من ده، لان رمضان جاي. رمضان بدون انوار المساجد، و يعني مش قادر اتخيل ان رمضان يجي بهذا الصمت. فبعد اذنكم انا بخاطب الأزهر الشريف والأوقاف، طلعوا على المنبر واقفل المسجد، يعني اعملوا خطب منبرية، اعملوا دروس، ذكروا الناس بدينها. لأن في بعض الناس، يعني أنا شايف بعض المنابر الأخرى عبر الفيسبوك وعبر وسائل التواصل بتشكك في العقائد، وإحنا حاشا لله، لكن خليكم معانا، خليكم مع الناس. يعني أنا عايز المساجد تفضل
الأذان يترفع، أصوات القرآن قبل الأذان زي ما كان زي ما كنا. يعني بلاش تغلقوا علينا يعني منابع التنفس، احنا كنا بنتنفس لما المسجد طافي. ده أنوار رمضان فين فين؟ يعني احنا عايزين ده يعني نحافظ عليها على الأقل. والمسجد مغلق، مش هنروح نقول لهم افتحوا لنا المسجد. أتمنى يا رب يا رب يرفع عن الأمة هذه الغمة يا رب يا رب. الشأن القانوني، احنا بنرحب بأي اتصال، اللي عنده استفسار عنده مشكلة عايزها عايز يستفسر عنها، في أرقام ما هتظهر عندكم على الشاشة دلوقتي، أنا جاهز للرد. أيوة فندم اتفضل. أهلا وسهلا، معانا اتصال، اتفضل. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا فندم اتفضلي. عليكم السلام اتفضلي فندم. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا يا فندم اتفضلي. احنا متشكرين على برنامجك الجميل ده وكلامك الجميل. ربنا يخليك يا رب. وبعدين احنا دلوقتي يعني انا يعني انت عمالين تتكلموا على كورونا كورونا، وانا دلوقتي انا واحده معاقه. أيوة. ومش لا ومن ساعه النطره الدنيا متبهدله عندي، وصاحب أيوة. الشقه بيسيبني، وقلت اناشد الرئيس السيسي ان انا محتاجه شقه، ودايخه بقالي يعني بيقولوا تحبسوا في بيوتكم، انا ماليش مكان. ايوه فهمت. مكاني دلوقتي انا عماله الف على مكان مش لاقيه. يعني ايه صاحب الشقه يعني ايه صاحب الشقه مش سايبك؟ يعني مفيش رحمه يعني؟ يعني عايز احنا قاعده في الخامس والشقه عندي كان السقف اتبهدل عندي، وعمال يقول لي صلحيها، وكمان هو انا عقدي خلص معاه عايز يبيعها تمليك. لا اله الا الله. مش صابر عليكي بس الفتره دي تعدي؟ عمال يجيب لي كان يجيب لي ناس، ودلوقتي بيقول لي صلحيها عشان انا عقدي خلص من الشهر اللي فات، وانا عايز هو عايز يبيعها تمليك. لا اله الا الله. ومش عارفه اعمل ايه، عمال انت تقولوا اقعدوا في بيوتكم، انا مش عارفه اقعد في بيتي، مش عارفه اقعد، انا عماله الف على شقه ومش لاقيه شقه. لا اله الا الله. ربنا يتولاك يا ستي، ربنا يتولاك. وانا بخاطب صاحب البيت يا اخي والله العظيم، انا وانا جاي المدينه اتصل بيا صاحب العماره اللي انا فيها بيقول لي ايه رايك يا استاذ محمد احنا عايزين نخفض الايجارات على الناس. قلت له يا اخي ربنا يبارك لك، على الرغم انه من نفسه ما حدش طلب منه، قال لي يا استاذ محمد احنا عايزين نخفض الايجار على الناس 500 جنيه، اللي بيدفع 1500 يدفع 1000. يعني يا راجل يعني ست معوقه ما ترحمها يا اخي، تعدي الفترة دي، ما تحط نفسك مكانها. احنا مش في غابة، احنا مش في غابة، احنا بنشوف أمثلة والله سبحان الله. ده في ناس تانية رفضت تاخد الإيجار من بعض السكان على الرغم ان السكن يقدر يدفع، قال له لا خلي فلوسك معاك، ما احناش عارفين الظروف دي هتودينا لفين. لا مصر لسه بخير، وصوتك وصل يا مدام، صوتك وصل. ويعني في بعض العناصر انا يعني في بعض العناصر بتسيء للانسانيه، زي الاخ ده بيقول لها اطلعي وشوفي مكان تاني وصلحي لي الشقه قبل ما تمشي. ايه العنف؟ ايه الجبروت ده؟ لا لا، الرحمه 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 يا عالم بالناس اللي ظروفها زي دي، لان في ناس تحسبهم اغنياء من التعفف، في ناس لابسه كويس ومش لاقيه تاكل. يعني احنا نحج بيت الله حوالين الناس دي، يعني الناس دي فعلا محتاجة. في ناس في بيوت محدش بيسمع عنها حاجة، ساكنين في بيوت كويسة وبيلبسوا كويس لكن ما عندهمش قوت اليوم. يا ريت القادر يتحسس هؤلاء. يعني في ناس والعكس، في ناس عندها ثروات والسمت بتاعها يعني ما يبانش ان هم عندهم الثروة. في ناس لابسة كويس وساكنة كويس لكن مش لاقيين قوت يومهم. إذا عندكم اتصال ولا حاجة أنا جاهز أستقبل أي اتصال من عندكم. الشأن القانوني، عندنا الحكم الغيابي. في الظروف اللي احنا فيها دي ممكن تبقى داخل على كمين في ظروف حالة الطوارئ اللي احنا فيها، لأن من حق الدولة تطبق قانون الطوارئ. اتفضل يا فندم اتفضل. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام اتفضل حبيبي. لو سمعت حضرتك القوه العامله بتقول انا بصرف 500 جنيه في السنه 4 مرات للعماله الغير منتظمه. ايوه فندم. انا ما خدتش حاجه من الكلام ده خالص. هي هو ده قرار تنظيمي بس لسه بيتفعل. ماشي، ده اللي لسه هيتعمل اليومين دول. يعني هو لسه هيتفعل، فهي المساله محتاجه تنظيم عشان ما يبقاش في ضغط جامد جدا على البنوك. قبل كده اللي هي كل سنه 4 مرات
ايوه يا فندم، ايوه هي خلي بال حضرتك الحكومه يعني مش ساكته، وبتدرس الموضوع ده وهتطبق الموضوع ده. طب وحضرتك بالنسبة للشعر، كويس بالنسبة انك فكرتني للشعر بحاجه عايز اخاطب بيها الحكومه تمام. من خلال قناه الصحه والجمال. الحكومه كانت لغت البطايق التموينيه لشريحه كبيره جدا من المجتمع. في عناصر كتيرة تأثرت بإلغاء هذه البطاقات. ليه لأ ترجع تاني ويتحط عليها يعني بعض السلع التموينية اللي تقدر تعين الأسرة المعيلة الفترة دي، فترة الأزمة، احنا في أزمة وفي عائلات مش لاقي رغيف العيش فعلا بعد ما اتلغت البطاقات التموينية. فيا ريت يا ريت وزارة التموين تهتم، مجلس الوزراء يهتم بالجزئية دي ويرجع تاني، ينشط البطاقات اللي اتلغت، بطاقات التموين لفترة الأزمة. احنا عاوزين فترة الأزمة بس ترجع البطاقات التموينية، يعني التموين يصرف للمواطن ويقف جنبه في فترة الأزمة. في أنا أعرف عائلات خلاص يعني مش لاقيين حتى كيلو رز، وعنده ولد واثنين وثلاثة. فيا ريت الحكومة تاخد في حسبانها مسألة إعادة تفعيل البطاقات التموينية على الأقل لفترة فترة أزمة فيروس كورونا. الأزمة دي أظهرت حاجات كتيرة جدا. كان يجب مسألة الضمان الاجتماعي. أنت عشان تقول لي تعالى أما أديلك ضمان اجتماعي يعينك بتحرجني ليه؟ يعني بتقول لي روح هات لي شهادة فقر ليه؟ هات لي اثبت لي ان انت مش قادر. ازاي الازمه اللي احنا فيها دي بتقول ان احنا في قطاع كبير، قطاع مهني كبير، ما مش عارف يشتغل، مش عارف ينتج، مش عارف يكسب. عندنا مثال، انا هروح نقابه المحامين. نقابه المحامين القانون المحاماه بيقول ان من يعني لو في شباب المحامين الجديد ده اللي مش قادر على الكسب من حقه يقدم طلب اعانه. النقابة عايزة تلزم المحامي ان هو يروح يجيب شهادة فقر. ده يرضي مين ده؟ ده اسمه كلام؟ دي اهانة. ان انا اروح اقدم لك طلب اقول لك انا محتاج، تقول لي اثبت اللي انت محتاج في ظل الظروف دي، في ظل الظروف دي تقول لي اثبت ان انت محتاج. الله الله الغني. انا مش عايز اسود وشي، انا واحد من الناس مش هسود وشي للنقابة واقول لا، مع ان ده حقي كمحامي ان انا اخد دعم، لان المحاكم شبه معطله والموكل مش هيدفع فلوس لانه مش شايف احكامه، مش شايف شغله قدامه. فاحنا لازم نتنازل عن الروتين والبيروقراطيه دي. يعني عيب انك تلزم مواطن مهما كان انك تقول له اديني شهاده فقر. لا، في المانيا الدستور بيقول لك الالماني لا يكذب. احنا عندنا انت كذاب لغايه ما تثبت العكس. ما يصحش، ما يصحش كده ابدا، لا في نقابه المحامين ولا في اي نقابه ولا في اي وزاره، انك تلزم بني ادم عشان تدي له اعانه او تدي له دعم او تدي له كرتونه مواد غذائيه في رمضان اللي جاي انه يثبت لك انه فقير. عيب عيب. طالما قدم الطلب، هو الطلب ده دليل ان هو في حاجه ليها. فما ترهقوش الناس بطلبات تعجيزيه كفايه اللي هم فيه، يعني كفايه اللي هم فيه. وانا بشوف منظمات المجتمع المدني حاجه رائعه. في بعض رجال الأعمال ربنا يبارك لهم ويزودهم ويزيدهم من نفسهم، بدأوا يجيبوا المواد الغذائية والحاجات الرمضانيات وبدأوا يوزعوها على مواطن اللي هم عارفين إن دي أماكن الفقراء. ولكن في الأماكن اللي هم مش عارفين يروحوها فيها برضو ناس ما بيوصل لهمش الدعم ده. فبدل ما المواطن يشعر إن هو مكشوف، ما عندوش غطاء من 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 دولته، رجعوا البطايق التموينية تاني، زودوا عليها شوية حاجات تعين المواطن ان يقدر يكمل حياته الفترة اللي جاية. يعني اهو بنحاول محاولة نوصل صوتنا للحكومة، يمكن الدعم يوصل لكل الناس دلوقتي. يعني في اصحاب رؤوس الاموال قطاع صغير مش كبير في وسط الشعب المصري. يعني مسألة القوانين دلوقتي، يعني أنا في اعتقادي إن القانون شبه
اتفضل يا فندم. اتفضل يا استاذ ابراهيم. اهلا يا استاذ ابراهيم، اتفضل. ماشي اتفضل، عندك اتصال غيره؟ ماشي يا فندم، فاصل فاصل سريع وهنرجع تاني. اهلا بحضراتكم. عندنا إشكالية تانية، إشكالية الحكم الغيابي. الحكم الغيابي في القضاء الجنائي، كان أي حد يعدي على كمين يطلبوا منه الكمين الواقف، يطلب منه البطاقة الشخصية للكشف عنها، وبمجرد أنه مأمور الضبط القضائي اللي هو ضابط الشرطة اللي واقف، وأحيانا بيكون ملازم لسه جديد، بيشوف الاسم ثنائي أو ثلاثي يلاقي حكم غياب عليه يقوم يقبض عليه. والإشكالية الكبيرة جدا أنه ممكن يكون القبض ده في مكان مغاير للحكم نفسه، يعني ممكن يكون الحكم ده في شرم الشيخ ويتقبض عليه في بورسعيد. يا نهار أبيض، كان يتحط في الحبس في القفص لغايه ما تيجي عربيه الترحيلات، خد لك اسبوع او اتنين، ممكن يوصل شهر على ما يروح يعمل معارضه. المستشار النائب العام عمل طفره حلوه جدا 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 في هذه المساله، حتى قال في تعليماته للنيابات العامه انه لو حتى الحكم الغيابي ده في أسوان وتم القبض عليه في القاهرة، يمكن فورا من الطعن عليه بالمعارضة أو بالاستئناف، ويسدد الكفالة وينصرف ويرسل. في عندك اتصال؟ معانا اتصال، اتفضل يا فندم. مين معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أنا حابب إن أنا بعد إذن ما حضرتك، يعني من برنامج حضرتك المحترم دوت. يا أهلا وسهلا. انا بمسي على حضرتك وعلى الساده المشاهدين وعلى الناس المحترمه اللي مع حضرتك، ان انا قدرت اتواصل معاهم دلوقتي، فعندي بس مشكله صغيره بعدين. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل يا استاذ ابراهيم. الله يخليك يا فندم. لو سمحت، انا الرساله اللي انا عايز اوصلها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. رساله ولا سؤال؟ رساله. اتفضل يا فندم. بعد اذن معاليك، احنا عايزين نبص للناس الغلابه اللي زي حالاتنا احنا اللي في الدوله. ايوه فندم. لو سمحت، انا حضرتك كنت موظف في جهه اسمها صندوق تامين ضباط الشرطه. تمام. ورفعت قضيه حضرتك ضد راجل الله يسامحه فصلني من شغلي، واخدت حكم ان انا اتفصلت من العمل بدون مبرر مشروع. ايوه فندم. والمحكمه حكمت لي بتعويض مبلغ، وقالت ان انا اتفصلت بدون مبرر مشروع. جميل. فبعد اذن معاليك، انا بقالي اربع خمس سنين النهارده عمال اجري في المحكمه، وانا معايا خمس اولاد ووالدتي ست مريضه، ومعايا زوجتي وولادي، ربنا وحده هو اللي يعلم انا ماشي في الدنيا دي ازاي. يا ربنا ييسر لك امرك. انا رفعت القضيه. وبعد ما كسبت القضيه خدت قرشين. طبعا القرشين اللي انا خدتهم دول يعني يعتبر ساندوني شويه، بس انا حضرتك دلوقتي رفعت القضيه الاولانيه اللي انا رفعتها كسبتها، رفعت قضيه ثانيه في القضاء الاداري لسه ماشي فيها بقالي اربع خمس سنين، ومش عارف حضرتك اخد حقي. موضوع ايه؟ موضوع ايه؟ موضوع حضرتك، انا كنت موظف في صندوق تامين ضباط الشرطه. وعايز ترجع تاني، عايز ترجع تاني شغل. عايز ارجع شغلي. طب ليه ما طلبتش الطلب ده في نفس الحكم الاولاني، في نفس الدعوه الاولى؟ طلبت حضرتك طلبين، الطلب الاولاني اللي طلبته ان انا طلب التعويض. أيوة. والطلب الثاني العوده للعمل. جميل. المحكمة حضرتك ادتني طلب واحد، والطلب الثاني ما خدتوش لحد دلوقتي. تمام. وكل ما حضرتك نفسي اوصل للرئيس السيسي، نفسي اوصل لوزير الداخلية، نفسي الناس تسمعني. أنت رافع الدعوة دي في أي مجلس دولة؟ في مجلس دولة القاهرة ولا فين؟ في مجلس الدولة اللي في العباسية. في العباسية. رفعت أول قضية كسبتها في المحكمة اللي هي في السيدة زينب. أيوة فاهم. اللهم صل على النبي. اللي بتاعت العمال دي حضرتك. ايوه فخدت تعويض، والقاضي اداني التعويض بس،
وما ادانيش عوده للعمل. قضيتك يا استاذ ابراهيم فيها شق مستعجل، المفروض كان يتفصل فيها من زمان. راجع معاك محامي طبعا. احنا يا فندم سيبك من المحامي، المحامي ده ما بيمشيش معايا ببلاش. ايوه انا فاهم. المحامي ده بيمشي معايا بفلوس. ايوه فندم. انا عايز اوصل صوتي للدوله ان هم يخلوا بالهم من الناس اللي زينا احنا. ايوه فاهم. يعني عايزين مظله للناس اللي زي حضرتك. سرعه الفصل في قضاء في قضايا مجلس الدوله. انت عاوز ايوه فندم، رسالتك وصلت وان شاء الله يعني هتكون في حسبان الحكومه، وان شاء الله تلاقي توصل لحقك باذن الله. نرجع تاني لموضوع الاشكاليه الحكم الغيابي. كان الاول الحكم الغيابي زي ما قلنا كان مرهق جدا للمواطن، واحيانا في الاخر بعد ما يعاني الامرين شهر واثنين يقولوا له معلش ده تشابه اسماء وانت ايه روح مع شكرا على كده. فمستشار حماده الصاوي النائب العام اصدر تعليماته للنيابات لكل اعضاء النيابه العامه انه في اتفضل يا فندم، فانه اول ما يتقبض على المحكوم عليه غيابي يعارض ويروح فورا. لكن الاشكاليه في الحكم الغيابي في الجنايات بيحال النيابه وبيعمل اعاده اجراءات وبينزل جلسه سريعه، جلسه فصل سريعه. في نهايه حلقتنا النهارده يعني هو الوقت عدى سريعا، كانت عباره عن دردشه قانونيه، ونلتقي في حلقات قادمه ان شاء الله. وادعو الله ان تمر هذه الازمه بسلام على مصر، مصرنا الحبيبه، وعلى العالم اجمع، لان الازمه عالميه. وان شاء الله التقيكم على خير، وشكرا جزيلا لكم. كان معكم محمد صادق المحامي بالنقض. شكرا.